أنقذونا من هذا الحب القاسي، أو بعبارة أخرى ارحمونا من هذا الحب القاسي. هذه الجملة كان قالها الشاعر الفلسطيني محمود درويش في سياق آخر في وقت أخرى، وممكن نستعملها الآن في هذه الأزمة ديال التعليم وهذه الإضرابات اللي واقعين وشد لي نقطع عليك بين رجال التعليم والحكومة. فالكل يدعي، نقابات وتنسيقيات ورجال التعليم كيقولوا أنهم دايرين هذه الإضرابات وهذه المشاكل من أجل مصلحة التلاميذ وليداتنا ومن أجل المدرسة العمومية. الحكومة ووزارة التعليم حتى هي كتقول أن هذا الشيء اللي دارت، هذا النظام الأساسي وهذا الشيء كله، فهو من أجل التلاميذ، من أجل وليداتنا، ومن أجل ازدهار المدرسة العمومية. ولكن فاش كنجيو للواقع كنلقاو شهرين ديال الإضراب، الوليدات ما كيقراوش، فكل هذا الحب وشهرين ديال الإضراب، إذن كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. كما كيقول الإمام الشافعي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. فبالفعل اللي كيبغي التلاميذ وكيبغي وليدات المغاربة وباغي المدرسة العمومية كيخصو يقدم تنازلات. نعم، كل شخص يقدم تنازلات من أجل هاد الوليدات ومن أجل المدرسة العمومية، سواء رجال التعليم أو الحكومة، ويجيو يشدوا العصا من الوسط ويجيو إلى كلمة سواء، يراعيوا المصلحة ديال هاد الوليدات. فالإنسان إلا تلازل ماشي عيب، الإنسان إلا خلى الممنين يدوز ماشي عيب. وهذا الخطاب هذا راه موجه سواء للرجال التعليم ولا للحكومة، لان فاش كنلاحظوا هاد النقاشات والخطابات السائده راه ما كاين غشد ليا نقطع عليك، وكل فين كيجر ما كاينش شي واحد اللي كيقول الراعي وشي بس ما كاين، كل كيجبد لجيتو، حتى شي واحد ما كيراعي المصلحه ديال هاد الوليدات وما كيراعيش المصلحه ديال الوالدين ديال هاد الوليدات. هاد شي عيب وعار وحشومه وما مقبولش، غير مقبول هادشي اللي كيوقع. اكثر من شهرين والوليدات ما كيقراوش، عيب وعار على الجميع.